لو الحكاية فيها إن فيتو شوام متاحة قدام المحطة الجماعية عمومية فيها 5000 قليلة ومحدودة، وده غصب عن الناس بيكتف درجة الإيجابية ودرجة رد الفعل. فخلينا لا نجلد نفسنا كثيرا، خلينا ما يبقاش فيه لوم متبادل من الأطباء يقولوا أصل النقابة ضعيفة أو أصل الناس ما شاركتش، أصل الأطباء ضعاف. في حالة من ضعف المشاركة في أي أنشطة عامة، لأن هامش الحركة المتاح أمام الجميع قليل. هل معنى كلامي إن إحنا نستسلم لهذا الهامش القليل؟ لا، معنى كلامي إن إحنا نبقى مقدرين ولكن نحاول أن نزيد. أبسط حاجة يا جماعة، كل من يتعرض لمظلمة أو تعسف إداري عليه ألا يستسلم. لسه من يومين كان في قصه خاصه باحد الاطباء، مش شباب ولا حاجه، مش الشباب بس اللي بيتعرضوا لتعسف اداري، عنده حاجه و40 سنه واتعرض لنقل واخلاء اداري. الدكتور اتصل بينا وقال ان هو هيدخل في اضراب عن الطعام وانه رايح، اتصل بينا الصبح بعد ما كان قرر وبدا اجراءاته ورايح فعلا يعمل محضر بده في القسم وعايز محل النقابه عشان يبقى معاه ورايح يعمل بلغ في النيابه بعد كده. ومن ساعه ما راح القسم ابتدت الاتصالات، لا ما تكملش الموضوع وتعالى، وراح معاه زملاء من النقابه الفرعيه والمشكله اتحلت. باختصار لم يستسلم،